احكي لك انا يعني مريت على مواقع كثيره في امانه عمان الكبرى في البلديات، يعني هو من العمل الممتع جدا لانه انت تقدم خدمه مباشره لابناء بلدك، لمدينتك، لوطنك، لدولتك، فهذه الخدمه واضحه للعيان، يعني ما في واحد يقدر يقول عنها مش مقدمه. انا برايي يعني انه لازم يكون في هناك تفكير استراتيجي واضح، والمجالس البلدية ما زالت يعني في بداية دورتها وفي أمامهم 4 سنوات قادمة إن شاء الله. في موضوع الأول اللي أنا أنصح فيه كل رؤساء البلديات اللي استلموا مهامهم جديد، أنه أول شيء يطلعوا إلى المخطط الشمولي للمدينة اللي هم يرأسوا بلديتها. المخطط الشمولي في ناس كثير يعتقد أنه هذا المخطط الشمولي هو عبارة عن تنظيم سكن ألف وباء وجيم وتجاري ومكاتب وصناعي، لا هو ليست هيك، هو خطة للبلدية للي تفضل فيه المهندس علي ل20 سنة ل30 سنة ل15 سنة، لأنها تشخص لك واقع الحال. يعني بأمانة أنا بدي أترجم لك اللي قال، يعني إذا أنت إجيت عملت مخطط شمولي لبلدية الزرقاء وإذا كان موجود تعيد النظر فيه، هو يشخص واقع الحال اللي موجود، قديش عندك أنت مؤسسات حكومية، قديش عندك مؤسسات خاصة، قديش في شركات فردية، قديش في عندك شبكة مياه، قديش في عندك شبكة كهرباء، يعني كل واقع الحال تعمل صورة أشياء للمدينة بالفعل كل الليرز والطبقات اللي موجودة بالمدينة بتبين على المخطط الشمولي، قديش عندك مدارس، قديش عندك مراكز صحية، قديش عندك مستفيدين، فأنت تقدر تشخص واقع الحال 100% اللي موجود. من خلال هذا التشخيص تستطيع أن تضع خطتك ل